السلام عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم راني في صبر لكم في هذا الفيديو في الليل، على هذه راني نهضر بشوية، حبيت نوري لكم هذه الكرواسون اللي درتها على شيف أمير كامل. تعرفوا القناة تاعو، إذا حبيتوا تجربوا الكرواسون تاعو جات هايلة. الشكل تاعها جهيل وجات خفيفة بزاف، وجات خفيفة شوية. أنا حمرتها شوية، حمرت لي حبات حمروا لي شوية، بصح خرجت تهبل. هذه درتها للأم تاعي، إن شاء الله تاكلها بالصحة والهنا وتفطر بها. حبيت نوريها لكم من الداخل كيفاه خرجت. جات خفيفة خفيفة خفيفة، جات تهبل وكاي سخونة هي حتى تبرد بها ما تعجنش. يعني كي تفتحيها وهي سخونة تقدر حتى تعجن لك وتفسد، بصح من الأحسن أنك تخليها تبرد شوي باش كي تفتحيها ما تعجن لكش وما تفسدش. أنا حبيت أنا نفتح لكم واحدة نوريها لكم، وجات مقرمشة فيها ما شاء الله. هاكم تشوف فيها فارغة الداخل، يعني خرجت تهبل وخفيفة. جربوها، الوصفة تاعو الحاجة اللي عجبتني فيها هي اقتصادية، ما فيها والو ما فيها والو، اقتصادية بزاف بزاف، وتخرج لك كرواسو عادي يعني بدون زبدة التوريق، يعني مارغرين عادي ديريها غير بالمارغرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم إن شاء الله، وإلى الملتقى. السلام، تصبحوا على خير.